أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بلادنا يحكمون بغير ما أنزل الله، فما هو الحكم إذا احتاج الإنسان إلى أن يتحاكم إلى تلك المحاكم؟ وما الحكم في من يعمل بالمهن المناسبة كالمحاماة أو تدريس هذا القانون الوضعي أو الالتحاق بالكليات التي تخرج المحامين والقضاة الذين يعملون بهذا القانون الوضعي؟ هذا من آفات الإقامة في بلاد الكفار، أنك تأخذ حكمهم وتخضع لأنظمتهم وتتحاكم إلى محاكمهم، ولذلك وجبت الهجرة على المسلم فلا يقيم، وإذا اضطر إلى الإقامة فلا يتحاكم إلى الطاغوت، ما يتحاكم إلى الطاغوت. نعم.